انتظمت ندوة دولية بعنوان المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية في أعمال عدول الإشهاد، وقد تم خلال هذا الملتقى طرح موضوع تأمين أعمال عدل الإشهاد كخيار وضمانة، مؤكدين بذلك على ضرورة أخذ نفس تمشي شركات التأمين الكبرى، علما وأن المسؤولية المدنية لعدل الإشهاد قد وردت بالباب الخامس من القانون 23 من شهر ماي 1994 في الحقوق والواجبات. التأمين يشمل المسؤولية المدنية. المسؤولية المدنية لعدل الإشهاد وردت مبدئياً وظاهرياً بالباب الخامس من قانون 23/1994 تحت عنوان في الحقوق والواجبات، أي الواجبات التي يتحملها عدل الإشهاد. ورد الإشارة إليها في قانون 1994 المتعلق بعدول الإشهاد هي مجرد إرهاصات أو إحالات أو إيحاءات لهذه المسؤولية. المشرع صلب الفصل 43 أحال إلى أحكام المسؤولية والخطأ طبقا للأحكام العامة. في الأحكام العامة هنا تطرح إشكالية طبيعة مسؤولية عدل الإشهاد، على خاطر الأحكام العامة ثم المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية. هل أن مسؤولية عدل الإشهاد هي مسؤولية تعاقدية أم أنها مسؤولية تقصيرية؟ أردنا من خلال هذه الندوة أن نحدد معايير ومفاهيم موحدة للتكييف القانوني لأخطاء عدل الإشهاد، وحتى نستطيع أن نحسن أو ندقق في تبويبها، هل أنها خطأ مدني أم خطأ جزائي، نظرا لهذا الخلط الذي نلاحظه في بعض أذهان رجال القانون أو رجال القضاء في موضوع التكييف القانوني لأخطاء عدل الإشهاد. وقد اهتم هذا الملتقى بعدة مواضيع، أهمها التكييف القانوني لأخطاء عدول الإشهاد وتعريف شركات التأمين بأخطاء هؤلاء، إضافة إلى سبل تطوير القطاع. الممثل عن الغرفة لعدول الإشهاد قال اللي معناها يلزم نمر، معناها أولا بإلزامية التأمين، احنا نراو الإلزامية هي إلزامية معناها أدبية قبل ما تكون إلزامية بنص القانون، وكل عدل معناها يلزم معناها يكون واعي بحجم الخطر اللي نجم يكون اللي نجم السبب فيه للغير أثناء ممارسته لمهنته، وينجم معناها في هذا الإطار اللجوء إلى شركة تأمين مختصة في هذا المجال لتأمين المسؤولية المدنية المهنية متاعه. هذا وقد تم تأكيد على أن عمل شركات التأمين يضفي الطمأنينة على عمل عدل الإشهاد ويزيد من ثقة الحريف في خدماته، لأنه سيعلم أن وراء عدل الإشهاد نظاما متكاملا يكفل له الأمن عند حدوث الضرر. تطلب التأمين هذا ضد الغلطة المهنية، على خاطر وليت الناس تشعر بالغلطة المهنية، وثم إنسان إذا يقع في غلطة المواطن ولا يشكي، ما عادش مش قبل المواطن تو اللي يتبع في حقه، وعبارة معناها عمل حادث مع سيارة، فهمتي؟ ما عادش يتسامح المواطن، أغلبية المواطنين ولا تتبع وتطلب أجبر جبر الضرر. وهنا من الواجب على المعني بالأمر يلزم يأمن. وقد وقع التأكيد على ضرورة الاطلاع على التجارب المتقدمة للاستفادة منها والنهوض بالمهنة وتحقيق الإشعاع الوطني والدولي ومزيد ضمان الأمان القانوني وتأمين المعاملات.